صباح الخير عليكم البنات. اليوم ما شاء الله راح نبريزونتيكم خبز باغيت. خبز تقدروا ديروه طويل او طون كو باغيت ولا مدور ولا كيما تحبوا. ليسونسيال لا بات تاع الخبز ما تتعجنش، سهله مهله. ان شاء الله تنجح لكم. وهذه الوصفه على بال بلي اللي ديرها كيما انايا على بال بلي حتنجح لها 100%. بسم الله. الوغ المقادير عندنا زوج كيسان تاع الماء، عندنا زوج كيسان تاع الفرينة، مو جي بخي لا فارين كومبليت، عندنا زوج مغارف تاع السكر، عندنا زوج مغارف تاع الحدا، عندنا زوج مغارف تاع خميرة الخبز، عندنا مغرف تاع الملح، عندنا نص كاس تاع الزيت، وعندنا ان باكي دو ليفور، مي هادي بور لا دوزيام ايتاب. ولهنايا عندنا لا فارين كومبليت، فوالا عندنا لا فارين كومبليت على حسب الحاجة. الوغ بسم الله نبداو بالكاس تاع الماء، واحد الاولاني الدوزيام فوالا. عندنا الوغ زوج مغارف كبار تاع خميرة الخبز، عندنا زوج مغارف كبار تاع السكر، عندنا زوج مغارف كبار تاع الحدا. اذا ما عندكمش لحظه معليش ديروا كاس تاع الماء وكاس تاع الحليب. فوالا نخلطوا الكل مع بعض. هذا اوني اون طران دو فير ان لوفا، انا نديروا ان لوفا. نزيدوا الكاس تاع الفرينه الاولاني، نزيد نخلط. فوالا والكاس الثاني تاع لافارين، نخليهم لهنايا نغطيه بالبابيي فين. فوالا نغطيه بالبابيي فين. هذه المرحله الاولى. شوفوا البنات، شوفوا هذا الخبز ولا اروع. وصفتوا في وقتنا، ربي يحفظنا من هذا الوباء. البنات لهنايا شوفوا راهي جاست 20 مينوت هكذاك. شوفوا البنات هاي خمرت، شوفوا كيفاش هاي خمرت، هاي دارت لاخور تاعها. الوغ لهنايا واش ندير؟ نزيد كمية تاع الزيت تاعي، فوالا نص كاس تاع الزيت، فوالا هاوليك انا درت الزيت. و دوكا كاس كو جو في فيغ. شوفوا البنات الوغ ندير عيني هي ميزاني لافارين باش نلمها، نحط معاها قيسة تاع الملح. انا بلوتو مغرب من كويارة كافي تاع الملح، نحط معاها لا ليفيغ شيميك. نزيد نخلط. فوالا البنات ولهنايا واش ندير؟ نبدا نلم بيديا لافارين، بلافارين نزيد بشوية ونلم حتى كي تكون عندنا اون بات فريمون مول في اليد. فوالا نزيد انا حطيتها كومبلي وتكون طرية تانيكا. واقيلا ما كفاتنيش لافارين، دقيقة ونولي نزيد لافارين. نزيد دحا نزيد لافارين نورمال. هاي ليك البنات راح نزيد لافارين نورمال، معليش جو بو فيغ ان بتي ميلونج. فوالا بورفو اسلك روحي كيما نقولو. فوالا جو راجوت انكور. بون البنات تقدروا ديروا هذه العمليه بالبيتران، بصح جو فوا با لوتيليتي علاش ديروها بالبيتران بلوس نقدروا نديروها بيدينا. فوالا نزيد شويه هاي ليك البنات خلاص هي تلمت، نحيها من الغيسيبيون تاعي. دابور نحط لافارين،
نحمل الغسيبيون تاعي هنا ونعجنها بشويه. شوفوا البنات هنا نوعدكم باللي كنديروا هذه الطريقه يخرج لكم خبز ولا اروع. دقيقة البنات نغسل برك يدي البنات لهنايا انا وليت ليكم باش نديرو كنا نديرو في البيتريزاج لا دوزيام ايتاب و دوكا لهنايا راح نديرو لهنايا راح نديرو الفاسوناج. فوالا بسم الله نقسمو لاباط تاعنا على زوج. فوالا لهنايا نديرو ان بودا نزيدو نقسمو على زوج حدوخرين. فوالا لا ميم شوز لهادي. شوفو البلاطة هاي ليك. فوالا شوفو هنا بون نتوما كيما تحبو تقدرو ديروها وحدة كبيرة. فوالا وتقدرو تزيدو تقسمو. انا جو فيغ دي باغيت داكوغ البنات je vais faire des baguettes hamlik c'est suffisant hamlik sur 4 aya il faut jouer deux baguettes ou la prochaine chose on se délance soit des boules soit aya bon pour former la boule tana on se dira nous serons chouïa farina. Alors on étale la boule, on l'aplatit sur vos baguettes. Alors un peu de farine chuchote qu'on a et qu'on a un rond parfait hein. Et les blettes, l'essentiel je trouve une heavy on d'accord ou chauffe les blettes. Voilà l'année à ou chahine d'héro n'a pas le collier bordure écoute chauffe hein. يديا نقولو بضعيفه جاسبر ماهوش لهنا باسكو نخدم نحب نخدم بيديا سورتو تو سكي بات. فوالا فوالا هاي ليك هاو ليك لو بودان تاعي. شوفو نحطو في لو مول هنا نزيد هادو البنات شفتوا لاباط شحال تجي طريه هاي ليك اون ابلاتي لا تاعنا على الفارين جاسبر بوك الصوره الصوره راهي واضحه هنا هاي ليك نفورم لو بودان تاعنا باش يجي من الداخل ونغلقو لا بوردور ونديرو لا باغيت تاعنا هنا هاي ليك لا دوزيام. البنات نكمل هادو لي بول نكمل هادو لي بول تاعي ونولي لكم باش تشوفوا كيفاش ندير لا ثالثيام ايتاب. البنات انا وليت لكم انا حسبت لي بلي حسبت لي بلي درت كنت نفيلمي وفينالمون ما كنتش نفيلمي. الوغ البنات شوفوا هامليك لي باغيت تاعي هامليك لي بول تاعي حنديرهم كبار. جو ميكسكوز سمحوا لي. فوالا
البنات شوفوا دقيقة، نعطيكم نصيحة. أنا نديت الماء، أنا شي مختم بالماء، ثم بالبانسو حكمت البانسو حتى دو داخل الماء، عاود حطيتهم لا باغيت تاعي حطيتها بالماء. راكم تشوفوا نورمالمون هذا هو اللي حسبت لي كنت نفيلمي فينالمون. لا لا ميتنون كاسكو جو في فير، شوفوا تقدوا الماء تقدوا الحليب تقدوا البيض كيما تحبوا. الوغ لهنا كاسكو جو في فير، راح ندير راح نصبودي دركا بلا فارين جوست ان بو. شوفوا البنات جيسبر فوالا نتوما تحبوا هكذا، نعطيكم طريقتين نتوما شوفوا واش ديروا. جوست ان بو سا سي بوكو بلوس بور لا ديكو. فوالا هكذا نزيد نجيب هادو ان كوتو واش في ديال ديسان تاعي كوم سا. هاد الطريقة لازم نديروها دوكا باش كي نزيد عاود يخمر لنا الخبز ماشي راح يقعد هكذا. نزيدو نخلوه دقيقة يتخمر يتخمر بلوتو فوالا. كون تشوفو البنات فوالا خبز ولا أروع، جو بخيفيغ نديرو في الدار. وإذا جاتكم كمية كبيرة تحطو في كونجيلاتور. فوالا سي سكو جو في فيغ. هادي بوغ لا بوميييغ إيتاب، هادي سنيوة الأولى، هادي سنيوة التانية، وهادي هي تاي مشمخة. ألوغ لهنايا كاسكو جو في فيغ ندير هادو سي دي غران دو شيا. نتوما تحطو سانوج حطو واش حبيتو، سي ا فوطخ شوا مي فغيمون ا فوطخ شوا. شوفو البنات سيو هذا الخبز هاو ساهل ماهل كومير معنا نعجنو معنا كسرو سينا اون بليس انا قاعدة في الدار ربي يحفظنا من هذا الوباء اوسي. فوالا هادي هي لا كونتيتي راح تخرج لنا. شوفوا البنات فوالا نعمرتو جون بيان لي غران دو شيا انايا. فوالا وهذا كاسكو جو فير، جو فير اون كوا علامة زائد فوالا هايليك. ودوكا لهنايا نفتحها مليح باش كي يخمر يدفق يتنفخ. فوالا فوالا بون دركا البنات ندخل نخليهم يخمروا ومن بعد نعاود نولي لكم بوغ لا دانييغ ايتاب وين فريمون راح نشهيكم تاع الصح ان شاء الله نشهيكم في الجنه ان شاء الله. الوغ البنات راني عاود وليت لكم شوفوا انا طيبتهم ابخي ما زادو خمرو درت الفاسوناج تاعهم ومن بعد زادو خمرو ومن بعد دخلتهم داخل الفوق. كما قلت لكم الفوق راهو النار قويه الخبز يسحق النار قويه يفو انسيستي بوغ سا. فوالا هاملي لي دو بول تاعي شوفوا فوالا انا طيبتهم في نار قويه شعلت من الفوق ومن التحت نقصت الفوقانيه درتها في دو تري تري دو. شوفوا فوالا هايليك شوفوا الطاوة سيو هذا الخبز وما تخافوش يلي مانيفيك هاوليك. شوفوا ميم الشكل تاعو شباب هذا استنى نقطع لكم وحده فوالا. شوفوا البنات فوالا طب شويه من الداخل نشوفوا شوفوا لا تيكستور تاعو. شوفوا البنات فوالا هاوليك مانيفيك انا جي ايمي
J'adore ce pain. نشوفوا البنات شوفوا شحال طري. اي بان اذا عجبتكم سيو هذه الوصفه، واذا عجبتكم هذه لا فيديو اشتركوا بقناه لديليس دو شهرزاد، ونضمن لكم بلي هذه اذا درتوا هذه الطريقه نضمن لكم بلي هذه الوصفه ناجحه 100%. وشكرا والى اللقاء وسلامه. الى اللقاء ووصفه اخرى ان شاء الله. تابعوني على قناتي لديليس دو شهرزاد.